نصل إلى الجلسة الثانية في اليوم الثاني، وستكون جلسة يطبعها الطابع الفكري والفلسفي، ويحضر عن يميني الأستاذ الدكتور عمار طالبي، وعن يساري الأستاذ الدكتور يوسف محمود الصديق، ويعتذر عن الحضور الأستاذ الدكتور أبو يعرب المرزوقي نظرا لانشغاله بالوضع في تونس، كما وقد أرسل مختصر وملخص لورقته التي سنقدمها بعد مداخلات الأساتذة الأفاضل. وستكون البداية بإذن الله تبارك وتعالى مع الأستاذ الدكتور عمار طالبي، سيكون موضوع مداخلته تحت عنوان التجديد في المغرب الإسلامي، فليتفضل مشكورا مأجورا. وقبل أن يتفضل، الموضوع سيكون ذو طابع فكري وفلسفي، فالإخوة ليركزوا في تعقيباتهم وأسئلتهم، ونفضل أن تكون مكتوبة حتى نربح الوقت. مشكورين وبارك الله فيك، فليتفضل الأستاذ مشكورا مأجورا إن شاء الله. لا أريد أن أتكلم في الفلسفة كما تفضل الرئيس، وإنما أريد أن أشير إلى بعض نواحي التجديد في المغرب الإسلامي التي ربما المشرق الإسلامي لم يعنى بها أو لم تصله. من المجددين الشيخ الأكبر، شيخ الجامع الأعظم جامع الزيتونة، شيخ محمد الطاهر ابن عاشور، المتوفى سنة 73 و900 وألف، وهو من أصل أندلسي وبقي في خط الثقافة الأندلسية، وقد اهتم بتفسير ابن عطية الغرناطي، ذلك التفسير الجليل الذي نشر في قطر ونشر أيضا في المغرب، ولكن طبعة قطر متفوقة في إخراجها وتصحيحها. ماذا جدد؟ نحن نتكلم عن العلوم الإسلامية. له كتاب مهم اسمه أليس الصبح بقريب، أحاط في هذا الكتاب بجميع العلوم الإسلامية كيف ينبغي أن تدرس، وما هي المؤلفات المهمة التي ينبغي أن يرجع إليها الطلاب والأساتذة. أليس الصبح بقريب، وأنا أوصي بقراءته لمن يريد أن يعلم ما هو تصور ابن عاشور للتجديد في تدريس العلوم الإسلامية وتقديمها وتطويرها. لم يكن كلامه كلاما مجردا مرسلا، بل طبقه. فكتب في التفسير التحرير والتنوير، وهو من أعظم التفاسير في زماننا هذا، ولعل بعضكم قد قرأ هذا التفسير العظيم الذي لا يعنى كثيرا بالأحكام الفقهية بقدر ما يعنى بالمعاني والنكت البلاغية، وأعطاه الله سبحانه وتعالى ذوقا عظيما في تذوق أسرار العربية في القرآن، ويمتاز أيضا بأنه يربط بين الآيات، فليست الآيات مفرقة هكذا، بل لها صلة بعضها ببعض، يأخذ بعضها برقاب بعض كما يقول. فالقرآن كلمة كالكلمة الواحدة، يفسر بعضه بعضا، لا كما يفهم بعض الناس أنه مفرق وأنه لا يفهم وما إلى ذلك. ولهذا فتجديد في التفسير كتب 10 مقدمات في أول التفسير كيف ينبغي أن يفسر القرآن، تعرض لأشياء كثيرة مهمة ينبغي أن يتسلح بها المفسر لهذا القرآن العظيم. ثم له تعليقات مهمة على كتب السنة مثل البخاري ومثل الموطأ لإمام مالك، وهو الأصل في علوم الحديث قبل البخاري. له ملاحظات لم يتنبه إليها كثير من المحدثين القدماء والشراح الذين شرحوا هذه الكتب. النظر الفسيح
في الجامع الصحيح يعني البخاري، ولا كذلك في الموطأ تكلم على كثير من الألفاظ التي وردت في الموطأ وكيف ينبغي أن تشرح، وهذا مطبوع وموجود. وله كتاب النظام الإسلامي، النظام الاجتماعي في الإسلام. وأكثر ما جدد ابن عاشور إنما هو في مقاصد الشريعة، ولم يتفق مع الشاطبي في كثير من الأشياء. وهذا في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية أبدع في هذا الكتاب، وتكلم على أمر مهم وهو المال، لم يتكلم عليه كثير من الناس، وأضاف شيئا جديدا في مقاصد الشريعة وهو الحرية. هذا من خصائص ابن عاشور، أضاف الحرية، هي مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، لأن الشرع متشوف كما يقول إلى الحرية، وهذا لم يقله أحد من قبله في المقاصد أقصد. وأظن أن التجديد ابن عاشور العظيم إنما هو في مقاصد الشريعة التي ينبغي للمجتهد أن يعتمد عليها في اجتهاده، أن ينظر أول إلى المقاصد ثم يبني بعد ذلك عليها ما يتفق معها لا ما يختلف معها. وكذلك فالمغرب أيضا موجود شعيب الدوكالي، موجود الشيخ الثعالب الذي هو أشار إلى كتابه الفكر السامي في التشريع الإسلامي، مهم جدا ورجل فقيه ومجتهد في كثير من المشكلات المتعلقة بعصرنا هذا، مثل الأموال والربا وما إلى ذلك. ثم أنتقل إلى شخصية أخرى مهمة، وهو من تلاميذ ابن عاشور، وهو من أرض الجزائر التي أنتمي إليها، الشيخ عبد الحميد ابن باديس. هذا من أسرة علمية عريقة. هذا الرجل له صلة بما حدث من الإصلاح في الشرق، سواء الشيخ محمد عبده أو جمال الدين الفغاني أو رشيد رضا ومن إلى هؤلاء الكبار الذين بدأوا النهضة الإسلامية في عصورنا هذه المتأخرة. فماذا جدد ابن باديس؟ أولا في العقائد، كتب في العقائد الإسلامية كتابا لم يعتمد فيه إلا على القرآن والأحاديث، القرآن، ولم يسلك منهج المتكلمين ولا منهج الفلاسفة من الأدلة العقلية والترفيعية وما إلى ذلك من الأمور الفرعية التي لا تغني ولا تثمر قلبا مؤمنا أكثر ما تشكك الناس في العقائد. فهو سلك منهجا جديدا، منهجا قرآنيا، اعتمد على القرآن كما قال ابن رشد يعني في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، قال ينبغي أن نعتمد على القرآن في وضع وتوضيح العقائد الإسلامية. وكتب كذلك شروحا في لأحاديث كثيرة من الموطأ، لأنه اعتمد في إصلاحه على الكتاب وعلى السنة، ففسر القرآن كله في ربع قرن كامل شفهيا، ولكن فسر أيضا آيات في مجلته الشهاب الشهرية، يفتتح بهذه المجلة وتكون هذه الآيات، وهذا هو التجديد، مطابق لما يحدث من الوقائع في المجتمع، ويستنبط أشياء ويدعو إلى تطبيقات ويأتي بفروع كثيرة لتلك الآيات وما في معناها، وهذا شيء جديد بالنسبة لتفسير القرآن الكريم. وربما هذا أيضا يقال في تفسير المنار، الشيخ محمد عبده أيضا ينزل الآيات على الوقائع في زمانه
لنهضة المسلمين ولوعيهم. ما هي استراتيجية التجديد والدفاع عن العلوم الإسلامية عند ابن باديس؟ جاءت في رأسه أولاً أرادت أن تستبدل الشريعة الإسلامية بالقانون الفرنسي الوضعي، فبدأوا أولاً بمعرفة ما الذي يعتمد عليه في هذه البلاد، وهو مختصر الشيخ خليل في الفقه، وهو كما تعلمون رجل جندي في الجيش المصري، ولكنه اهتم بكتاب مختصر وأخذ بالمعتمد والمشهور من مذهب الإمام مالك. فلما رأوا أن الشعب الجزائري يستند إلى هذا المختصر في الفتوى وفي القضاء ترجموه مرتين إلى الفرنسوية وجعلوه مواد، ثم بعد ذلك أخذوا ينزعون القضاء من المسلمين شيئا فشيئا إلى أن استولوا عليه، ولم تبقى إلا الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية. وحاولوا أيضا أن يقننوا الفقه، جماعة من المستشرقين في كلية الحقوق حاولوا في 7 أجزاء منظومة لتقنين الفقه المالكي، لكن هذه بقيت نائمة إلى يومنا باللغة الفرنسوية. ابن مديس ماذا فعل في حركته؟ لم يكن ابن مديس يخاطب النخبة فقط، بل يخاطب شرائح المجتمع جميعا. يذهب إلى المساجد، إلى رحلات في مختلف البلاد، يذهب إلى العمال، يذهب إلى المساجد، ويكون النوادي، ويكون المدارس. ولهذا فإن منهجه تفطن إلى الوسائل الضرورية في عصره. أولاً استعمل المطبعة، اشترى مطبعة وشارك فيه والده وزوجته، باعت حليها من أجل شراء المطبعة لكي لا يعتمد على المطابع الآخرين، هذا أولاً. ثانياً استعمل الصحافة، فأصدر أول ما أصدر جريدة سماها جريدة المنتقد، ينتقد فيها الأوضاع سواء ما يقوم بها الفرنسويون أو الجزائريون، ولكنه صدر منها 13 وعددا ثم توقف. أوقفته فرنسا، وذلك سنة 1925، فأصدر بعدها جريدة أخرى سماها الشهاب لحرق الشياطين، ودامت هذه إلى الحرب العالمية الثانية 1939. لما قامت الحرب أوقف هذه المجلة، وفي افتتاح كل عدد منها آيات يفسرها تكون تعالج مشكلة من المشكلات الواقع في ذلك الزمن. وجمع هذا التفسير، جمعته في أثار ابن باديس، ولكن ما فسر به القرآن شفويا لم يسجله أحد، وكان يحضره الناس جميع الطلبة، أكثر من 2000 شخص يحضرونه في جامعة سماها جامع الأخضر، هذا أسسه أحد الأتراك للتعليم في ذلك الزمان. هذا التراث ضاع مع الأسف الشديد. ولما ختم تفسير القرآن أقام احتفالا كبيرا سجله الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله، وهو كان نائبا لرئيس جمعية العلماء، في عدد خاص في هذه المجلة يمكن العودة إليها. فربط بين المصلحين بالتفسير المنار وتفسير الشيخ الألوسي أولا وما إلى هذا من التفسير التي يتأثر بعضها ببعض، وهو من تلاميذ الشيخ طه بن عاشور، درس عليه وقال إنه أفادني في ذوق العربية، كان يشرح لهم ديوان الحماسة. وكذلك أوصاه شيخه محمد النخلي القيرواني، وكان من المصلحين الذين يتبعون منهج محمد عبده. وشيخ محمد عبده بالمناسبة زار الجزائر في سنة 1900 للميلاد في الصيف، جاء من الإسكندرية على الباخرة إلى مرسيليا، وفي مرسيليا أرسلت فرنسا أحد علماء
التابعين ليرصده وليأتي معه. ونزل بالجزائر في مرسى العاصمة، ونزل بفندق اسمه الوزير الصحراء. لما رآه أحد شيوخنا في ذلك الوقت الشيخ عبد الحليم بن سمية، قال له: ألست أنت الشيخ محمد عبد محمد عبده؟ لأن نفس لباس مصري. قال له: نعم. فأنزله في بيت أحد الأغنياء اسمه أحمد الأكحل، وقال له: لا يمكن أن تبقى في الفندق. وفي هذا المسجد، مسجد أحمد الأكحل، ما يزال اليوم، فسر سورة العصر تفسيرا جميلا. وقد قال أحمد أمين ومحمد عمارة التفسير هذا كان في تونس، وهذا خطأ، لأن هناك سورة الشيخ عبد الحميد، الشيخ عبد الحليم بن سمية من علماء الجزائر في ذلك الوقت، والشيخ أحمد مصطفى بن الخوجة كان أيضا من المصلحين، والصورة موجودة إلى يومنا هذا في الجزائر 1903. ثم زار تونس مرتين، وفي تونس أميرة مصرية تزوجها عمر بن الحاج بن أحد المصلحين التونسيين، فدعته في إلى سكناها المرسى، وكان لها منتدى، وهي دعت إلى تعليم المرأة التونسية. لا نطيل في هذا. فالشيخ محمد عبده اهتم إذن بالمغرب الإسلامي، ولكنه لم يتح له أن يذهب إلى المغرب الأقصى، لم يدخله. وكانت العروة الوثقى كما تعلمون هي جمعية أسسها جمال الدين الأفغاني في الهند، ومن أعضائها الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله، وهي جمعية سرية. والعروة الوثقى إنما هي عنوان الجريدة التي تطبع بعنوانها. قلنا أن الوسائل التي استعملها في التجديد، استعمل كما قلنا المطبعة، استعمل الصحافة، استعمل النوادي، استعمل المساجد، استعمل الرحلات، وهو أول من دعا إلى تعليم البنت المسلمة في الجزائر، وكان يشجع البنات ولا يأخذ من أوليائهن أي شيء من الرسوم بخلاف الذكور لمن استطاع، فأعفاهن تشجيع لهن، وأكثر من ذلك صنع لهم معملا للمهن، الخياطة وما إلى ذلك، وأراد أن يضيف إلى العلم النظري العلم التطبيقي الذي ينفع المرأة المسلمة. كما تعلمون في العالم الإسلامي وجدت نخبتان، نخبة تلقت العلم في الغرب، وأخرى تلقت العلم التقليدي كما هو موروث عندنا، وكان بينهما صراع. ابن مديس تفطن إلى هذا وقال: إن الذين يدرسون الطريقة التقليدية عندنا يعتبرون أولئك كفارا، وأما هؤلاء الدارسون في الغرب يعتبرون هؤلاء حجارة أحجارا، يعني جامدون. فكانت الصراع بينها هاتين النخبتين أدى إلى تخلف العالم الإسلامي، صراع سواء في تونس بين الذين يتخرجون من الزيتونة أو من مدرسة أخرى أنشأتها فرنسا وهي الصادقية في عهد خير الدين. ولهذا إلى يومنا هذا تجد مثلا في الأزهر خريج الأزهر غير خريج الجامعات الأخرى. دقيقة واحدة خلاص. أشير في النهاية إلى أمر مهم، وهو أن تخلف المسلمين ناشئ عن أمر أساسي، وهو الفصل بين العلوم الشرعية واللغوية والأدبية وبين العلوم الكونية، تركناها لغيرنا بعدما قدمنا فيها شيئا عظيما في علم الفلك وفي علم الفيزياء مثل ابن الهيثم، ومن هؤلاء العظماء الذين تأثرت بهم أوروبا وتقدمت بسبب ترجمة كتبهم مثل ابن رشد، يعتبرونه الأب الروحي لنهضة أوروبا، ابن رشد الحفي. وبهذا أيها الأخوة، فإن التجديد في المغرب الإسلامي يحتاج إلى توضيح أكثر وتفصيل، ولكن لا أريد أن أتعبكم بكثرة الكلام، ف
فإن هذا يزعج كثيرا من الناس. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فعلا شكرا لك دكتور الطربي على هذا الالتزام. الآن للمحاضرة الثانية، وستكون مع الأستاذ الدكتور يوسف محمود الصديقي، وستكون مداخلته حول أسس تجديد الفكر الفلسفي الديني. فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله موفقا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أشكر هيئة علماء المسلمين في العراق على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر العلمي الرابع لهيئة علماء المسلمين، وأرحب بالمشايخ والأساتذة الكرام أجمل ترحيب وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكرة التي تدور حولها هذه الورقة أو هذا الموضوع هي فكرة الالتفات إلى القرآن الكريم ومحاولة الخروج بنظرة تجديدية لنظرية المعرفة من خلال القرآن الكريم، وفي نفس الوقت أحاول أن أقارن بين الطريقة الإسلامية أو القرآنية وطريقة الفلاسفة، فلاسفة اليونان، في بعض القضايا والمسائل المتعددة. فبالتالي أقول أن ينظر إلى الفلسفة على أنها ركيزة قوة الحياة العقلية في توجيه ثقافة أي أمة من الأمم، وضرورة التجديد النظري إليها يخلق حالة من الانبعاث الحضاري. وهذا الانبعاث الحضاري يتوقف عليه نهضة الأمم، والتراث الإسلامي في الوقت ذاته مليء بهذا الجانب فيما يتعلق بالعلوم والمعارف المتعددة. فبالتالي نقول أننا ينبغي أن نأخذ قرآننا ودستورنا مع الاستعانة بما في تراثنا وحضارتنا الإسلامية، بمعنى أن هذه الحضارة مليئة بالكنوز، ونحن في الأسف للأسف الشديد في غفلة عن هذا التراث. فبالتالي نجد هنالك أصوات تتعالى دائما وأبدا في مجتمعاتنا، وبعض هؤلاء يحملون أسماء كبيرة مثل المفكر الإسلامي الكبير، نجده يتهجم على التراث دون أن يفهم حقيقة هذا التراث، وأن هذا التراث ينبغي أن يفهم وأن يوضع له منهجا معينا لقراءته وفهمه واستيعابه. إذا حاولنا أن نناقش هؤلاء ونقول لهم كيف تتهجمون على التراث، وما هي الأدلة أو سلاحكم أو مناهجكم أثناء هجومكم على هذا التراث، لا يمتلكون أي منهج أو أي سلاح أو أي أدلة عقلية معينة أو أي قاعدة علمية يحتكمون إليها للأسف الشديد. حتى نسمع هذه الأصوات في الجامعات وفي كليات الشريعة للأسف الشديد. فبالتالي أعتقد أن هنالك إشكالية، فبالتالي يجب أن نهتم بهذا الجانب، لأن هناك جهود كثيرة في هذا الجانب فيما يتعلق بتجديد الفكر الإسلامي والدراسات الإسلامية. ذهبنا وذهبنا قديما نجد الشيخ محمد عبده، ونجد جمال الدين الأفغاني، ونجد ابن باديس، ونجد ابن تيمية، ونجد ابن القيم، وإذا أتينا الآن في وقتنا الحاضر نجد كما ذكر أستاذنا الدكتور عمار الطالبي ابن باديس وابن عاشور، والشيخ الشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، والدكتور كمال جعفر عليه رحمة الله، والدكتور عبد الحميد عرفان عليه ألف رحمة، له مؤلفات وكتب في هذا الجانب. فينبغي أن نلتفت، أو هذه مثل هذه الهيئات وهذه المؤسسات التعليمية أن تنتبه وأن تلتفت إلى كتب هؤلاء العلماء، ويتم تقعيدها وبيان قواعدها وإخراجها للطلبة وللدراسات فيما يتعلق بالجامعات المتعددة. فبالتالي حتى أبو يعرب المرزوقي وأستاذنا الفاضل عمار الطالبي، هؤلاء يعني من المعاصرين الجدد الذين لهم جهودهم، ينبغي أن نلتفت لمثل هؤلاء. كما ذكرت الدكتور كمال جعفر عليه رحمة الله، كان يعني ينظر إليه على هذا الشخص على أنه من العلماء الباحثين الذين ركزوا على الجانب الروحي فيما يتعلق بالتصوف الإسلامي الصحيح، لكننا
للأسف الشديد لا كلية دار العلوم انتبهت اهتمت به، ولا نجد دراسات في هذا الجانب. بالتالي يطول الحديث في هذا الجانب، حتى لا أطيل الحديث في هذه الجوانب ينبغي أن ندخل على الموضوع مباشرة. فبالتالي عندما نتحدث هنا عن مسألة التجديد، نقول إن التجديد الفلسفي الذي نقصده هنا هو تجديد الفكر الذي هو تجديد للمنتج. هنا تجديد، تجديد الفلسفة أقصد به تجديد للمنتج، وأداة منهجية تتحرك داخل المنتج العقلي في صلته بالوحي مع التراث في نفس الوقت. فبالتالي نقول أن الاختيار الأنسب بتطوير العقل المسلم ضمن مصادره، حتى لو تطلب الأمر العودة إلى أفهام سابقة زمنيا، أي العودة على التراث، ذلك يقينا أن دلالات القديم أبلغ من دلالات المعاصرين، وقد يكون القديم تأسيسيا وقد يكون الجديد هنا تكميليا، كما يكون ذاك تأسيسيا قد يكون الجديد والمعاصر تكميليا. ومن هنا تنشأ علاقة التلازم بين تجديد التفكير الفلسفي الديني وتجديد الإنسان ضمن مسار الفهم والممارسة لدستورنا ولقرآننا الكريم. ولا يتوقف تجديد التفكير الفلسفي على امتلاك الأدوات المنهجية المناسبة للتجديد فحسب، بل يتطلب الأمر جرأة عقلية لطرح الإشكاليات والأسئلة التي تتطلب الإقدام على مثل هذه القضايا. إذن التجديد في الإسلام معناه إنتاج أحكام جديدة تتوافق وتتلائم ومتطلبات العصر، وإنزاله على أرض الواقع. ونسلم بأن لدينا بواعثنا وسياقاتنا الذاتية والموضوعية والعلمية والمنهجية والفكرية التي تدفعنا للكتابة في مسألة تجديد الأسس الفكرية والعلوم العقلية والعقدية والفلسفية ومحاولة النهوض بها، وخاصة أن أمتنا للأسف الشديد في مأزق كبير، مأزق الفكر والتعليم. الكل هنا عندما تحدث من خلال ورقته ركز على الجانب التعليمي وهذا المأزق، وهنالك مأزق سياسي ومأزق ثقافي واقتصادي والفرقة والشتات والتيه. وأملنا في هذا المؤتمر وفي المهتمين بقضايا الأمة أن يفتح نقاش وجدل علمي محمود بين النخب الفكرية والدينية والسياسية لتناول مثل هذه القضايا وحاضرنا، وخاصة أن منذ مطلع القرن العشرين والفكر الإسلامي يتعرض لطعنات عديدة ومستمرة من الداخل والخارج. وعليه فإن تأملاتي مسألة التجديد في الفلسفة من خلال تجديد أسس التفكير الفلسفي الديني تتمثل في الموضوعات الآتية: موضوع الأسس الفكرية الفلسفية في القرآن الكريم، ذلك أن القرآن الكريم واقعي يخاطب الملاحظة والتجربة. لو تأملنا الآيات القرآنية في مجموعها الكل نقول أنه دائما وأبدا ينطلق من الواقع والحس، حتى لو أراد أن يثبت قضية عقلية غيبية معينة ينطلق أولا من الحس. إذن هذا القرآن الكريم وهذا الدين يقوم في حقيقة أمرية على قاعدة متينة، وهي قاعدة الملاحظة والتجربة والواقع. الموضوع الثاني موضوع القواعد المنهجية الأولية لعمل الفكر الفلسفي. هذه القواعد المنهجية ترتكز على قاعدتين: أنه أولا يسلم بالمعارف الفطرية، المعرفة الفطرية السجية والمعارف التي تأتي عن طريق البرهان، وهذا عكس طريقة الفلاسفة الذين يركزون على أن أي معرفة أو أي علم لا بد وأن يقام من خلال دليل برهاني يثبت صدق هذه المسألة. إذن القرآن الكريم قد جمع بين أن الأدلة في حقيقة أمرها أو أولها قائمة على الفطرة والسجية، ومن ثم هنالك جانب آخر يقام عليه البرهان والدليل. كذلك موضوع منهج الاستدلال القرآني الفلسفي في مخاطبته للعقول. نجد أن هذا المنهج الاستدلال القرآني يخاطب جميع العقول من أدنى العقول وأبسطها إلى أعلاها قدرة وقوة ومتانة. من يتأمل الآيات القرآنية يجد ذلك. وفي حقيقة الأمر تناولت هذه المسألة ولدي كتاب في هذا الجانب، كانت رسالة الدكتوراه تتعلق بهذا الجانب، وهنالك آيات كثيرة، والكتاب في طريقي إلى المطبع في الطباعة.
الجزء الطبعة الثانية. كذلك هنالك موضوع منهج الاستدلال القرآني في مخاطبته العقول كما ذكرت، وموضوع نظرية المعرفة في القرآن الكريم. هذه النظرية، نظرية المعرفة في القرآن الكريم، قائمة على ركيزتين. الركيزة الأولى ذهن الإنساني وتفاعله مع مجريات الطبيعة، بمعنى أن هناك ذهن إنساني، عقل إنساني، والأمور الطبيعية، بمعنى أن القرآن الكريم عندما تطرح هذه الآيات القرآنية الطبيعية وغيرها تخاطب الذهن لكي يعمل في انخلال هذا المجال. كذلك موضوع من موضوعات المعرفة ومجالات المعرفة القرآن الكريم، أن القرآن الكريم والآيات القرآنية خاطبت المجال الواقعي الحسي والمجال الغيبي، بمعنى أنه قد تناول الحسيات والغيبيات كما يقول الفلاسفة الميتافيزيقا والفيزيقا. كذلك هنالك مسألة مهمة، وهي مسألة كيفية تكوين الاصطلاحات والمفاهيم، والفرق بين الطريقة الإسلامية وطريقة فلاسفة اليونان في هذه التعريفات وكيفية تكوينها. ولا داعي أن ندخل على مسألة أن التفكير العقلي أو الفلسفي أمر لصيق بتجربة الإنسان، ولا يعد أمرا مستعارا من الخارج، ولا نستطيع أن نسلم بأن كما يقول الغرب بأن المسلمين قد أخذوا فلسفتهم وعلومهم العقلية من اليونان، بل نقول أن هذا العمل العقلي عمل لصيق بالإنسان. منذ أن وجد الإنسان فإنه يقوم بعمله العقلي، فإن المسلمين قد فكروا بعقولهم في علومهم وموضوعات عديدة، وبنوا مناهجهم في علومهم، وأنتجوا علوما وفنونا وصناعات. فالاجتهاد بالرأي في الأحكام الشرعية هو أول نظر عقلي عند المسلمين، وقد نما وترعرع في أحضان القرآن الكريم، وتولدت منه المذاهب الفقهية، وأينع في جنباته علم فلسفي عقلي، هو علم أصول الفقه، وفي حقيقة أمره هذا علم فلسفي، مع أننا نسميه علم أصول الفقه. إذن بذلك نثبت بأن التفكير الفلسفي عمل لصيق بالإنسان منذ أن وجد. حتى لا نطيل وندخل في هذه الموضوعات، ندخل على الموضوعات من الموضوعات التي تناولناها. موضوع القواعد المنهجية الأولية لعمل الفكر الفلسفي القرآني. الفكر الفلسفي القرآني يتوصل إلى معارفه وعلومه ونظرياته بأسلوبين كما ذكرت. أولاً الأسلوب الفطرة والسجية، والأسلوب الثاني هو أسلوب إقامة البرهان والدليل، وهذا على عكس طريقة الفلاسفة كما ذكرت. الموضوع الثاني منهجية الاستدلال القرآني في مخاطبته للعقول. هنا نجد أن القرآن الكريم يقرر، يقول بأن من المقررات الأساسية للعلم والمعرفة في القرآن الكريم الإقرار بأن القرآن الكريم ليس بكتاب فلسفة نابعة من مجموعة الأفكار والروابط العقلية المنهجية المقصودة منها تكوين نسق فلسفي من المبادئ الخاصة بطائفة من الظواهر الكونية المكونة لنسق ومجموعة من النظريات العلمية في العلوم الطبيعية والإنسانية. وكذلك لا يعد القرآن الكريم نهجاً بحثياً منفكاً بعضه عن بعض في هيئات وأشكال وإشكال نظرية بلاغية، فهو نهج رباني متكامل وشامل. هذا ما التفت إليه في حقيقة الأمر ابن عاشور في تفسيره للقرآن الكريم وفي مؤلفاته وكتبه، وأعتقد أن عبد الحميد بن باديس صار على نهج، وكانت نظرته نظرة ثاقبة في القرآن الكريم عندما تحدث عن هذه الجزئية، أو عندما فسر القرآن الكريم على هذه الهيئة بأن القرآن نهج رباني متكامل وشامل للقواعد والأسس الأساسية للعلوم في هيئة وحدة متكاملة كلية، دون أن يكون قد تطرق إليها، إلى أن في القرآن الكريم كم من العلوم والنظريات العلمية، كما يذهب بعض العلماء يفسرون القرآن تفسير علمي، يفسرون آية القرآنية تفسير معي علمي، وهذا يتعارض في حقيقة أمره مع الحقائق العلمية، لأن العلوم والمعارف نسبية في حقيقة أمرها، تتغير من وقت إلى وقت، بالتالي لا نستطيع أن نفسر القرآن الكريم تفسير علمي، لأن الواقع يثبت بأن المعارف نسبية. وكذلك القرآن هنا قد أشار إلى أن عندما نستخلص أسس وقواعد نظرية المعرفة من القرآن الكريم سنصل إلى هذه الجزئية. طيب، القاعدة الثانية فيما يتعلق بال
القاعدة الثانية ما يتعلق ببناء نظرية المعرفة في القرآن الكريم أن المعارف والعلوم نسبية في العملية التحصيلية، وهذا واضح في قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وما لهم الآية الثانية وما لهم به من علم ولا لآبائهم. يعني هذه الآيات القرآنية تبين بأن العلوم والمعارف التي يتم التوصل إليها هي نسبية، لا ينظر إليها على أنها مطلقة، إنما هي نسبية. بالتالي هذا ما نستخلصه من خلال تأملنا الآيات القرآنية، بأن القرآن الكريم هي في النظريات أو المعارف اللي فيها هي معارف نسبية، وهذا يتعارض مع الاتجاه العلمي تفسير القرآن الكريم. نظرية المعرفة في القرآن الكريم تعد هذه النظرية أعلى وظيفة للإنسان، لأنها سلم الرقي للإنسانية، وبرقيه يصبح من الراسخين في الإيمان والاعتقاد والدين والعلم القائم على البراهين الصحيحة. ويلاحظ منذ الوهلة الأولى أن أعلى سلم لنظرية المعرفة في القرآن الكريم هو توجيه المعرفة لغايتها، وهي العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بجانب نظرية المعرفة، أهمية دراسة المعرفة في القرآن الكريم. كذلك ذكرت فيما يتعلق بأن تكمن هذه النظرية في نظرية المعرفة في القرآن الكريم أننا نستخلص منها فيما يتعلق بالأسس التي تقوم عليها، وبماهية أو حقيقة نظرية المعرفة في القرآن الكريم، وأحكام العلوم والمعارف التي يتم التوصل إليها، ومصادر المعرفة في القرآن الكريم، وطبيعة هذه المصادر أو هذه العلوم والمعارف التي يتم التوصل إليها. ذكرت فيما مضى بأن القرآن الكريم عندما يخاطب المسلم يرتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى يخاطب العقل لكي يتفاعل مع الطبيعة، سواء فيما يتعلق بالأمور الكونية كما ذكر أستاذنا الدكتور عمار، أو الأمور الحياتية أو الأمور الإنسانية والاجتماعية، أو ما يتعلق بالمسائل الغيبية وهكذا. فعندما يبدأ القرآن الكريم يريد أن يثبت قضية غيبية، يركز على الواقع، يركز على الحس، يثبت الحس، لأننا لو أثبتنا القضايا الحسية من السهولة بمكان للعقل أن يسلم بالأمور الغيبية، وهذا النهج لو تتبعناه في القرآن الكريم بشكل يعني يقوم على العمل العقلي فيه لوصلنا إليه. وفي حقيقة الأمر هناك آيات كثيرة ولا أريد أن أطيل على في هذا الجانب. فبالتالي نجد أن يعني يرى بأن من أسس المعرفة اليقينية في القرآن الكريم أن الحواس مصدر مصادر المعرفة، ولذلك يرى القرآن بأن لزام علينا أن نعطيها الثقة في نتائجها التي يتم التوصل إليها من غير الحس. وفي الوقت نفسه كذلك نجد يخاطب العقل ويخاطب الوجدان، وهذا على عكس الفلسفات اليونانية. بعض الاتجاهات الفلسفية ذهبت إلى أن اعتمدت على الحس على أنها مصدر الوحيد للمعرفة، مدرسة أخرى ذهبت إلى أن العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة، مدرسة ثالثة جمعت بين الحس والعقل. لكن القرآن الكريم والنظرية المعرفة في الدين الإسلامي نجد بأنه قد أخذ بكل هذه الوسائل الإدراكية المتعددة. هنا نجد عظمة هذا الدين. كذلك نذهب إلى مواضيع، كذكرت مواضيع المعرفة في القرآن الكريم، منها شامل الأمور الواقعية والأمور الغيبية. نأتي بعد ذلك فيما يتعلق بالموضوع الأخير، كيفية تكوين الاصطلاحات والمفاهيم والتعريفات. في حقيقة الأمر أن دائما نتغافل على مسألة التعريفات والاصطلاحات، نتغافل عنها في حقيقة الأمر. يعني سبب من الإشكالية فيما يتعلق بالهجوم على التراث وما شاء، والهجوم على القرآن والهجوم على النبي وما يتعلق من هذه الأمور المتعددة. أعتقد أن الإشكالية الكامنة ورائها عدم فهم الإصطلاحات والمفاهيم، وعدم دراية واستيعاب كيفية تكوين الإصطلاحات والمفاهيم. بمعنى أن التعريف والإصطلاحات لأي مسألة قبل أن نتناولها ينبغي أن نعرف هذه المسألة على أنها قاعدة، أساسية. لو اتفقنا على القاعدة الأساسية ألا وهي التعريف للمسألة المعينة، بعد ذلك نستطيع أن نخطو الخطوة الثانية أو التالية، وهي خطوة المناقشة وخطوة البحث المسألة المطروحة.
لكن بعد ذلك نقول كيف يتم تكوين الاصطلاحات والمفاهيم. لو ذهبنا إلى طريقة الفلاسفة، أعتقد الذين درسوا المنطق القديم يفهمون هذه الإشكالية. لو ذهبنا إلى طريقة الفلاسفة نجدهم بأنهم يعرفون الأشياء بهدف الوصول إلى حقيقة الشيء المعرف، بمعنى أن الكليات فقط تعرف أما الجزئيات فلا تعرف. إذن الكليات عند الفلاسفة كليات، يعني قضايا ذهنية مجردة ليس لها واقع، ليس لها واقع، بحجة أن الكليات هنا ثابتة أما الجزئيات فإنها متغيرة، تتغير من وقت إلى وقت، فكيف نعرف المتغير؟ هذه حجة الفلاسفة. أما إذا لو ذهبنا إلى نظار الإسلام في كيفية وضع الاصطلاحات والتعريفات فهي الأضبط والأحكم في حقيقة الأمر. لو ذهبنا إلى الإمام الجويني نجد بأنه يعرف المعرف من خلال صفته المميزة، أي إن كانت هذه المسألة، سواء كانت مسألة جزئية أو مسألة كلية، إنما تعرف من خلال الصفة المميزة للمعرف. حتى لو تغيرت هذه الصفة في وقت ما أوقات يوضع لها تعريف آخر للمسألة. إذن هذه الطريقة أضبط وأسلم من طريقة الفلاسفة الذين يسعون من خلال تعريفاتهم الوصول إلى كن المعرف. أكتفي بذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور على الالتزام بالوقت. دكتور عمار بارك الله فيكم. إذن الآن معنا المحاضرة الثالثة، وهي محاضرة للأستاذ الدكتور أبو يعرب المرزوقي الذي لا يحضر معنا، نسأل الله تبارك وتعالى له أن يكون بخير، حيث أرسل ورقة في الورقة بعنوان بنية القرآن العميقة أو منطق استراتيجيته في تربية الإنسان وحكمه. فيقول الأستاذ: ما أدعيه وأحاول بيانه في هذه الورقة هو أن الرسالة الخاتمة التي هي عين الرسالة الفاتحة والقرآن الكريم ليست رسالة دين من بين الأديان، بل هي رسالة الدين في الأديان، وهي ذات مستويين. المستوى الأول أحدهما أو المستوى الأول هو عرض نقدي لما ترتب على العقبات التي تنتج الاستعمار في الأرض من دون شروط الاستخلاف فيها. والمستوى الثاني وهو الاستراتيجية التي تمكن الإنسان من تجاوز هذه العقبات بمبدأين، أولهما يعتبر الإنسانية أمة واحدة مصداق للآية الأولى من سورة النساء، والثاني يعتبرهم متساوين ولا يتفاضلون بالعرق ولا بالطبقة ولا بالجنس، وتفاضلهم الوحيد عند الله بالتقوى، ويعتبر التعدد والتنوع آية من أجل التعارف. مضمون الرسالة هو التذكير بشروط النجاح في الامتحان. لابد أن تكون تذكيرا بشروط الاستعمار في الأرض الذي ينجح في تحقيق شروط الاستخلاف، والتحذير من الاستعمار في الأرض الذي يفشل في تحقيق شروط الاستخلاف. فتكون الكلمة التي تلقها آدم عليه السلام والتي صارت ميثاقا وعقدا مبنيا على قاعدتين: استحالة الغفلة واستحالة التعلل بتأثير الوالدين. وحتى تكون الرسالة رسالة فلابد من أن تتألف من الأبعاد التالية، ويعدد الأستاذ هذه الأبعاد وشروطها، وهي خمس. أولا التذكير بضرورة نظام الاستعمار في الأرض بقيم الاستخلاف وبضرورته وبضرره من دونها. ثانيا طبيعة التذكير وبعده في صورة الإسراء التربية والحكم بقوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الشرط الثالث وهو الرسول ومنهج التذكير، فهو مربي وحاكم يكون مبشرا ومنذرا دون أن يكون وسيطا ولا وصيا. والشرط الرابع وهو المرسل إليه، أي الإنسان عامة، تعرف الإنسان من حيث هو مستعمر في الأرض ومستخلف فيها. والشرط الخامس هو المرسل، أي الله الخالق والآمر عز وجل. فتعريف القرآن للإنسان، يقول الدكتور أنه مستعمر في الأرض ومستخلف فيها،
وهو التعريف الذي استنتج منه ابن خلدون مفهومين أساسيين أسس لب ثورته في تأسيس علوم الإنسان، وتجاوز بها الفلسفة اليونانية كلها، ومكن من وضع حجر الأساس للفكر الحديث، وتضمن تعريف الإنسان الفرد من حيث مقومات كيانه الروحي والخلقي، وتعريف الجماعة من حيث مقومات وجودها العمراني والاجتماعي. وذلك هو العنوان الذي أعطاه للمقدمة تعريفا لاكتشافه العلمي لفلسفة تاريخ الإنسانية الحضاري، وعلم العمران البشري والمقصود الاستعمار في الأرض، والاجتماع الإنساني الاستخلاف في الأرض. هذا تعريف القرآن للإنسان. العلاقة بين بنيتي القرآن السطحية والعميقة. نمر الآن إلى محور ثاني، وهو محور العلاقة بين بنية القرآن السطحية وشروط الانتقال إلى البنية العميقة. فالبنية السطحية هي تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، والأول للتربية خاصة والثاني للحكم خاصة. لكن ما وظيفة حضور المكي في المدني؟ وما وظيفة حضور المدني في المكي؟ يبدو الحضور الأول معقولا، لأن حضور السابق باللاحق مفهوم، لكن حضور اللاحق بالسابق إذا لم يكن دليل تدارك ما فات فيه يصبح محيرا. ومن هنا السؤال عن دلالة تنجيم القرآن وعلاقة النجوم بعضها بالبعض، حتى يمكن فهم التجاوز الزماني لا يتطابق مع علاقته بالبعدين، وهو إذن تعريف لهذه العلاقة. ومن ثم فدلالة الحضورين هي دعين دلالة سورة العصر التي تبين معنى الخسر ما هو، وهو ما تلغيه شروط الاستثناء عن الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وتتجلى البنية العميقة في هذين الحضورين، فيكون القرآن استراتيجية ما بعد تاريخية تعتمد علما رئيسا بديلا من العلم الرئيس الذي كان سائدا في الفلسفة القديمة. فتكون الرسالة الفاتحة والخاتمة هي الاستراتيجية التي تبين في نظرية ما بعد التاريخ علما رئيسا مؤسسا للعلوم الإنسانية والسياسية والكونية للبشرية في علاقة بالأفاق والأنفس المعوقات التي تحول دون تحقيق أهلية الاستخلاف خلال اختبار الاستعمار في الأرض. المحور الموالي أو النقطة الموالي هو دور القرآن من حيث هو رسالة استراتيجية توحيد الإنسانية بالاستناد إلى ما يمكن أن نسميها المعادلة الوجودية للإنسان من حيث هو مستعمر في الأرض ومستخلف فيها. فمضمون الآيتين 53 و54 من سورة فصلت تحدد مقومات هذه الاستراتيجية التي بفضلها يحقق الإنسان أهلية الاستخلاف، لأنهما يحددان شروط فهم القرآن الكريم باكتشاف بنيته العميقة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شهيد، إلا أنهم ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، آية 53 و54 من سورة فصلت. طبيعة الدين الإسلامي. الإسلام ليس دينا من الأديان، بل هو الدين في الأديان كلها، طبيعيها ومنزلها. ومن ثم فهو الفلسفي في الفلسفة كلها، لأن كل الفلسفات تتضمن البعد الطبيعي من الأديان، أي المبادئ الأولى للوجود وكيف الموجود، جوابا على السؤالين المشتركين بين الفلسفي والديني، وتلك هي علة اكتفائه بالاستدلال العقلي المعتمد على نظام العالم الطبيعي والتاريخي خارج الإنسان وعلى ما في كيان الإنسان من طبيعي وتاريخي وتفاعلهم. الخاتمة في دلالة بدعة الدين الإبراهيمي التي ظهرت في السنوات الأخيرة، هي بدعة يكذبها القرآن الكريم. فالقرآن يقول في آل عمران في الآية 67 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وما تلا الآية تضمن نفي أن يكون أبناء إبراهيم يهودا أو نصارى، بل كانوا مثل أبيهم حنفاء مثله. ومن ثم في اليهودية والمسيحية كلتاهما نزلتا لتصحيح ما حصل من ابتعاد عن دين إبراهيم، لكن محاولة تجنب التحريف حرفت في الحالتين بنظرية شعب الله المختار وبنظرية الخطيئة الموروثة والحاجة إلى الشفيع. وإذن فأصحاب هذه البدعة لا يمكن أن يكون قصدهم أن اليهود المسيحيين صاروا حنفاء مسلمين على دين إبراهيم قبل الإسلام المحمدي، من دون أن يكون أساس ذلك تكذيبا بكل ما جاء في القرآن الكريم وخاصة في سورة البقرة، بل إنما قصدهم أن إبراهيم جد الأديان الثلاثة بالتساوي، وذلك برد اللاحق للسابق وتكذيب منهج التصديق والهيمنة التي عامل بها القرآن التحريف. فلا اليهودية إبراهيمية ولا المسيحية، بل هما متأخرتان أولا، وحرف ما فيهما من حنيفية لتصبح الأولى دين قبيلة تدعي أنها شعب الله المختار، والثانية اشتركت
أشركت لما جعلت للرب ابنا شفيعا بتكذيب آية العفو على آدم بأسطورة الخطيئة الموروثة. ليست اليهودية هي الأصل، وليست المسيحية فرعا عنها، والإسلام لم يتفرع عنهما، بل هو عاد إلى الأصل الذي هو الحنيفية، والتي هي مضمون الكلمة التي تلقاها آدم، وذلك هو الدين الفاتح والخادم الذي يحرر الإنسانية من التحريفين الذي آل إلى دين العجل الذهبي وخواره. هذه كانت مساهمة الدكتور أبو يعرب المرزوقي في هذه الجلسة المباركة، ونمر مباشرة إلى مساهمة السادة الأفاضل الأساتذة والدكاترة، ونبدأ بالأوراق التي وصلتنا، والمداخلة ستكون للأستاذ مثنى الحافل، يتفضل مشكورا. هذه الجلسة متميزة ومكملة للجلسة السابقة، لأنها تتحدث عن موضوع وإن لم يصرح به ولكنه ورد في ثنايا بعض البحوث، فلا وهي نظرية المعرفة أو الموضوع المنهجي الذي يكاد يكون هو المشكلة الأساسية في عرض والاختلاف داخل المدرسة الشرعية بين الاتجاهات، اتجاهات التأصيل واتجاهات العصرنة، ابتعادا عن الاتجاه الوسط الذي يجمع بين الأمرين. موضوع الفلسفة وموضعه بين العلوم الشرعية مشكلة مزمنة. نحن جميعا درسنا في كليات شرعية، وكانت الفلسفة والمنطق ضمن المنهج، ولكنها في الغالب كانت عبارة عن عرض سريع لتاريخ الفلسفة، ولأنها مادة مقررة في فصل واحد أو فصلين سنة دراسية، في الغالب كنا لا نتجاوز تاريخ الفلسفة اليونانية القديمة، ولا نصل حتى إلى الفلسفة الوسيطة أو الحديثة أو الفلسفة الإسلامية. وغالب من يدرسنا هذه المواد، أتكلم عن تجربتنا في العراق ولعلها متشابهة، عدا بعض الجامعات التي حظيت بأساتذة من الفلاسفة المسلمين من أصحاب العلوم الشرعية، يدرسنا محاضرون من كلية الآداب من قسم الفلسفة، وهذه التجربة حصلت معنا. هؤلاء لا يدركون كنه الفلسفة الإسلامية ولا العلوم الشرعية، بل قسم منهم لديه موقف ما من الشريعة بشكل عام، فيتخرج طالب العلوم الشرعية في قسم الفقه والأصول الذي درسنا فيه وهو لا يكاد يعرف إلا أفلاطون وأفلوطين والغنوصية وما إلى ذلك، بخلاف قسم أصول الدين توفر على أستاذ مختص وقتها في الفلسفة، وهو أستاذنا طارق جمعة رحمه الله خريج مصر، كان حظهم أفضل من حظنا، وأيضا الساعات المقررة أكثر. فهذا خلق فجوة في موضوع النظر إلى الفلسفة وأهميتها. نقرأ للشيخ مصطفى عبد الرازق في التمهيد في تاريخ الفلسفة، يقول الفلسفة الحقيقية الإسلامية هي في أصول الفقه، ونقرأ للدكتور علي سامي النشار يقول الفلسفة الإسلامية الحقيقية في علم الكلام، ولكننا على الواقع لا نجد طريقا لذلك في المناهج التي درسناها، بحيث تخرج كثير منا ولديه نظرة سلبية إلى الفلسفة. قد تكون هذه المشكلة بسبب موقف الغزالي من الفلسفة، فقسم من الشرعيين يميلون إلى رأي الغزالي، وقسم يميلون إلى رأي ابن رشد، مع أن كلاهما كان مصيبا. فالغزالي انتقد جانبا من الفلسفة والجانب الإلهي الذي يتعارض مع قواعد وضوابط الشرع، فيما ابن رشد فهم أن الغزالي يقصد الفلسفة عموما فرد عليه هذه الفكرة لم توضح، فمال قسم إلى ابن رشد للمدرسة المغربية، ومال قسم إلى الغزالي، وهكذا وظفت مدرسة مشرقية ومدرسة مغربية، هذا غير صحيح وغير دقيق. هذا فيلسوف مسلم وهذا مسلم، بمعنى أن الفلسفة هي الغوص في بواطن الأمور والتحليل والترتيب وعرض على نظرية المعرفة وما إلى ذلك، هذه هي الفلسفة التي نفهمها. من هنا كانت الفلسفة الإسلامية مظلومة لأنه ينظر لها بنظرة قاصرة. وأختم فأقول تخرجنا في كلية العلوم الإسلامية، الشريعة ثم العلوم الإسلامية سميت بعد ذلك، فوجئنا بشهادة التخرج وقتها غير العنوان، أصبح دكتوراه فلسفة في العلوم الإسلامية، استغربها بعضهم، فعلا هي كسياق جديد ومستغرب، هم يقصدون فلسفة بمعنى في العلوم الإنسانية التي تحتاج النظر والترتيب ونظرية المعرفة وما إلى ذلك. طيب في الشهادة نحن اختصاصنا أو شهادتنا فلسفة في الفقه، فلسفة في الأصول، فلسفة في الحديث النبوي، في علوم القرآن، عند التطبيق الواقعي موقفنا من الفلسفة واضح. فإذا هناك مشكلة، ولعل هذا الحديث الذي دار اليوم يفتح لنا أفقا لندوة أخرى
نعرض فيها الفلسفة الإسلامية لكي نوفق بين هذا الاتجاه والاتجاه. وشكرا معظم على الإطالة. شكرا لك دكتور مثنى الحارث على هذه المداخلة الطيبة، وهو فعلا هذه المداخلة وهذه الجلسة فتحت باب للتوسع في هذا الموضوع في الفلسفة الإسلامية والمناهج المعتمدة في كلية العلوم الإسلامية. بارك الله فيكم. أنا حقيقة سؤالي لأخي وزميلي في الدراسة وعميد كليتي سابقا، ويعني هو في قلبي يعني لاحقا وسابقا، الأستاذ الدكتور يوسف الصديقي، ربما سمعت منه شيئا لم أفهمه يعني حقيقة، ربما أنا لم أفهم، أو ربما له وجهة نظر معينة يوضحها لنا، وهو أنه كأني فهمت أنه لا يرغب أو ينكر تفسير العلمي للقرآن. ونحن دائما كنا نقول وما زلنا، التفسير العلمي للقرآن الكريم نوعان، إذا كان يتطابق مع المفاهيم الشرعية والدلالات الشرعية واللغوية لا مانع منه، وإذا كان يتعارض شديد مع المفاهيم والدلالات اللغوية والشرعية هذا ممنوع. وأضرب لذلك مثلا، طبعا احنا لما نقول تفسير علمي ليس بالضرورة ان يكون قطعيا، قد يكون تفسير علمي قطعي وقد يكون تفسير علمي ظني، لان الظنيات تتغير. أضرب لذلك مثلا، عندنا في علم الأجنبي الآن نحن بحاجة شديدة إلى أن إلى علم العلماء في قضايا الأجنة، من حيث تحديدها، من حيث كيف نوائم بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم 40 و40 و40 وبين ما يقوله العلم الحديث، ما من حيث بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. وسأضرب مثلا بسيطا لما حصل لي مع أحد مشايخ المصريين الكبار في يوم من الأيام وأنا أدرس الدكتوراه، يعني طبعا إحنا وإحنا ندرس الدكتوراه كنا مشاغبين، ومنه عن طريق الإذاعة، هناك زوج وزوجة اختلفا في إسقاط جنين، الزوجة لا تريد إسقاطه والزوج يريد، أو العكس يعني، واحدة طبيبة هي طبيبة وهو مهندس، وكان عمر الطفل أصبح 5 إلى 6 أشهر. السبب في ذلك أن التقرير الطبي يقول سيخرج مشوها، هذا واحد. اثنين، عندما يخرج مشوه بعد 9 سنوات مدري 9 أشهر يموت، هذا التقرير الطبي. فذهبوا، يقول فذهبنا إلى علماء الأزهر، منهم من أفتى بجواز الإسقاط ومنهم من أفتى بعدم جواز الإسقاط، ثم سئل الشخص الذي أتي به إلى البرنامج، وإذا به يقدم مقدمات كعادة بعض الذين يقدمون المقدمات الطويلة، ويلصق الأمر بمقاصد الشريعة، وأن هذا سيصبح عالة على أخواته، وأنه سيموت بعد 9 أشهر أو 9 سنوات، وأنه كذا وكذا وكذا، فأجاز إسقاطه. طيب، ثم شاء الله تعالى أن ألتقي به بعد فترة من الزمن بهذا الشيخ، فذكرته، قال أول شيء راد يتهرب، قال ما، قلت له لا، برنامج أنت أفتيت به. فناقشته على هذه المسألة، قلت له كيف أفتيت بإسقاط طفل عمره 6 أشهر وتخلق في بطن أمه؟ قدمت أولا الظنية على القطعي، قلت له قطعي، حياته قطعية وموته بعد 9 سنوات ظني، فكيف قدمت الظنية على القطعي؟ هذا واحد. اثنين، نرى العلم الحديث يتقدم ليس كل سنة، كل شهر، من أدراك أنه سوف لن
يعني يكون يعني له نصيب في الحياة ويتطبب وما إلى ذلك. ثلاثة، تحججت بأنه سيكون عالة على أخواته. قلت أسألك سؤال، ماذا ترى لو أن شيخاً عجوزاً هرماً لا فائدة فيه لأهله، يحملون النجاسة من تحته ومعذب أهله، تفتي بزرقه أبرى كما يقال رحيمه وبموته لأنه لا فائدة فيه؟ فقال خلاص يا ابني خلاص اسكت، هذا هو وخلص. فإذا إحنا بحاجة للعلم الحديث لأجل أن نصحح المسار، لا لأن نحرف الشريعة، نحرف الشريعة. شكرا لكم. شكرك، شكرا جزيلا دكتور. المداخلة القادمة للدكتور جاسم الدليمي، تفضل. مشكور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. حقيقة مداخلتي أنا مرحلة من يوم أمس إلى اليوم في مجال التفسير، وأستغل ما ذكره شيخنا الدكتور طالبي من جهود الطاهر بن عاشور في تفسيره بوقفاته البيانية والبلاغية في إطار النص القرآني. معلوم أن النص القرآني هو نص مقدس، وسيلته اللغة، وهذه اللغة ترقت إلى أدبية عالية. والنص القرآني سيكون بين مفسر ومفسر، والتجديد في تصور يقع في إطار بناء نظرية جمالية أدبية للكشف عن عناصر الأدبية في النص القرآني، وتكون رافدة من روافد التفسير أو رافدة من أو مجال من مجالات التجديد في التفسير، في تفسير النص القرآني، بمعنى ما توافر من لمسات بيانية وبلاغية ولغوية بين ثنايا كتب التفسير قديما وحديثا مبثوثة. دعوتي هي للتجديد في إطار لملمة مثل هذه التفاسير، باجتهاد إلى تأصيل وتأسيس نظر جمالي للكشف عن أدبية النص القرآني، وهي أدبية عالية جدا ساهمت في تغيير الوعي الوثني لدى قريش نحو الوعي التوحيدي. المصطفى عليه الصلاة والسلام 40 عاما بينهم يعيش بأخلاق العالية، ما جذبت الكثير منهم للإيمان، لكن الذي جذبهم للإيمان هو أدبية النص القرآني. ومعلوما في إطار الأدب أن النص القرآني هو صدمة، مثلت صدمة الحداثة في الأدب العربي بعناصره الأدبية الراقية جدا وصولا إلى الإعجاز. هذه مسألة. المسألة الثانية، الحقيقة كنت هي مرحلة من يوم أمس، كان بودي أن أسمع من الأخ الذي تناول القراءات القرآنية أو روايات قراءة النص القرآني وبضوابطه الصوتية، هل توافر في مجال التجديد في رواية النص القرآني نحو بناء نغمي لهذه الرواية وصولا إلى تأصيل مقامي لها، كي لا يجتهد القراء في قراءة النص القرآني قراءات ربما نغمية مقامية تدخل في حيز التطريب، يعني بهذا الشكل، وابتداء مما أسسه أو أسست دولة القراءة الحديثة القارئ المصري أحمد ندى المتوفى سنة 1936. وشكرا لكم. إذا كان هناك من يرغب في المداخلة والسؤال أو التعقيب تفضل. قدم نفسك الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم عبد الله القبيسي من هيئة علماء اليمن. تكلم أحد الإخوة والمقدمين الفضلاء الدكتور لا قبل يوسف ما يكون جاهز وما هذا حصل الدكتور عمام الطالبي حفظه الله وجزاه الله خيرا، تكلم عن قضية وغيره قد سبق في الأمس طرق موضوع الفصل بين العلوم الشرعية والعلوم التطبيقية. قدم الميكرو شو يسمعك الدكتور. تكلموا عن موضوع الفصل بين التطبيق العلوم الشرعية والعلوم التطبيقية، وأن هذه مشكلة باعتبار أن الحل هو أن يجمع الإنسان بين العلوم التطبيقية والعلوم الشرعية، وهل هذا مطلوب؟ بل هل هذا ممكن؟ العلوم الشرعية تفنى الأعمار ولا يستطيع الإنسان يقول عن نفسه مجتهد، فكيف تريد أن تكلف طالب العلم والعالم الشرعي أن يضيف إلى علمه وإلى اهتمامه الهندسة الفضائية والفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء
هل هذا ممكن؟ وهل هذا مطلوب أصلاً؟ وهل هذا كان من قبل؟ لا يمكن. وهذا إلزام بما لا يلزم، ونجلد ذواتنا ونحمل بما لا يحتمل. فاللوم على الدول التي لم ترعى العلوم التطبيقية وترعى العلوم الشرعية. أصحاب العلوم الشرعية والقائمون عليها جزاهم الله خيراً يقومون بما كلفوا به، وجزاهم الله خير، هم مقصرون في ذلك، فلا نحملهم أعباء غيرهم وأخطاء غيرهم. يتحمل التقصير في العلوم التطبيقية وعلوم النهضة العمرانية وعلوم النهضة الحضارية والنهضة الصناعية المشتغلون بهذا وقصروا فيه. أين مخرجات الجامعات في العالم العربي والإسلامي منذ 200 أو 300 سنة؟ أين مخرجاتهم في مجال الطب والهندسة وعلوم الفضاء والصناعة؟ أين؟ اللوم يتوجه إلى الدول في سياساتها وبرامجها وأولوياتها، لا إلى أصحاب العلوم الشرعية، هذا ليس مجالهم. إنما يوجه لأصحاب العلوم الشرعية اللوم في عدد كم خرجوا من المفتين في المحافظات، كم خرجوا من المدرسين العلوم الشرعية، كم نسبة يعني كم أزالوا من نسبة الجهل بالعلوم الشرعية في بما لا يسع المسلم جهله في العالم الإسلامي، ويضعوا خطط وبرامج لهذا، هذا مجالهم. أما أن يحملوا بالتقصير في العلوم التطبيقية ويضاف إليهم فهذا لا أظنه منطقاً، وجزاكم الله خيرا. أبو عبد الله مضر أبو الهيجاء من فلسطين. إذن جزاكم الله خير على اللقاء الطيب. الحقيقة تساولي في مسألة حساسة جدا هي قضية السياسة الشرعية. أعتقد أنه موضوع التجديد موضوع التجديد اليوم هو موضوع واجب الوقت. الحقيقة إذا ما قمنا به نحن أو أنتم هناك من سيقوم به. خطورة التجديد اليوم أو غياب التجديد أن هناك من يريد أن يعيد صياغة الدين بشكل سائل حقيقة، أو أقصد المعسكر الآخر. وبالتالي الدور العلماء اليوم في التقدم بطرح التجديد قبل الآخرين واجب الوقت، لأنه إذا ما قمنا بهذا الأمر اليوم هناك من سيقوم به. أعود فأقول أكيد مسائل التجديد في الفقه الإسلامي جميعها هامة، لكن أكثر مسألة يعني تتخذ شكل حساس هي قضايا سياسة شرعية. ولا أقصد في هذا التنقيص من أهمية كل المفردات الفقهية التي طرحت، ولكن أقصد أن مسائل السياسة الشرعية هي أكثر مسألة تتصف بالحساسية، وخطورتها تكمن حقيقة اليوم، خطورة المسألة تكمن بغياب الدولة الإسلامية، أنه لا يوجد عندك كيان إسلامي، لا يوجد خليفة إسلامي، لا يوجد نموذج يطبق السياسة الشرعية، بينما في المفردات الفقهية الأخرى الزكاة، الحج، الصوم، المعاملة البنكية يوجد نماذج. بالتالي خطورة الأمر أو ما ينبغي أن نتوقف عنده، من الذي يمارس دور السياسة الشرعية اليوم في ظل غياب الدولة؟ الحقيقة هي جماعات التغيير. سؤالي عندما ذكر الدكتور السرطاوي مسألة هامة وأنا معه في هذا، لكن توقفت عند مسألة أعتقد أنها حساسة. الحديث عن دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد، أختصر هذا الحديث، يعني بلا شك دار الحرب ودار الإسلام ودار العهد لا يمكن أن توجد في واقعنا في غياب دار دولة إسلامية، أي أن تلك التوصيفات التي بني عليها أحكام شرعية هامة، هذه وقت ما كان في دولة، الآن في ظل غياب دولة بمرجعية إسلامية بلا شك أنه لا يمكن هذا التوصيف. ولكن هل يقصد من التجديد، وهذا سؤالي، هل يقصد من التجديد يعني مراجعة الأحكام الشرعية التي بنيت على تلك الدور في ظل اليوم مسألة خطيرة وحساسة؟ وهذا سؤال الأخطر. اليوم هناك واقع سايكس بيكو، حدود معترف بها، هل أخذها بالاعتبار في السياسة الشرعية أم أبني أحكام جديدة عليها وأقعدها وبالتالي أنتهي إلى شكل جديد؟ الحقيقة أنه يعني الذي يشعرني بالقلق أنه لا ينبغي، ما أعتقده، أنه التجديد في السياسة الشرعية ينتهي إلى مفهوم قطرية الدين، وبالتالي يضرب مفهوم الأمة في ظل غياب دولة، لا سيما أن جماعات التغيير الحالية الإسلامية التي تقوم بدور الدولة هناك ألف ملاحظة على مواقفها واجتهادها. والسلام عليكم. شكرا لك، بارك الله فيك. الآن نبقى الوقت 10 دقائق، 5 دقائق للدكتور
عمار طالبي والدكتور صديقي أن الحارث الضاري يتكلم عن نظرية المعرفة. في الحقيقة هذا لم أتكلم عنه، هو تكلم عنه الأستاذ، ولكن لا بأس أن أشير إلى لا يوجد كتاب سماوي من الكتب المعروفة اليوم يدعو إلى العقل مثل القرآن أبدا. هاتوا برهانكم، هو يطال أفلا تعقلون وفي أنفسهم أفلا تبصرون وسنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم في الأفاق. الكون طبيعة دليل الأكوان ودليل الأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه هنا يعود على القرآن الضمير في أن حتى يتبين لهم أنه الحق. ألا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هل أنت تستدل على الله بأشيائه المخلوقة أم تستدل على الأشياء المخلوقة بالله؟ ولذلك قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء، فهو الشاهد على الأشياء وليست الأشياء شاهدة عليه أو له. وكما أشار صديقي الأخ الكريم يوسف، القرآن اعتمد على منهج علمي، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، فأنت مسؤول عن المعرفة ولا تتبع الجهالة، لأنك أوتيت وسائل المعرفة وهي الحس من السمع والبصر والفؤاد يشمل العقل والوجدان في آن واحد. ولهذا ابن سينا قال في هذه الآية يعني دليل أن الله سبحانه وتعالى هو الدليل على الأشياء وليست الأشياء دليلاً عليه. في الختام قال أولم يكفي بربك على كل شيء، بمعنى لا تكفي أنك تدل بالأنفس والأشياء الطبيعية، والقرآن تكلم عن أشياء طبيعية ووجه النظر الفكري إن الأشياء الطبيعية أكثر من التشريعات. الأمير عبد القادر رحمه الله له خرجة طيبة، قال القرآن لما يكون فلا ينظر إلى الإبل مثلا ويقول ماذا في السماوات والأرض، في قال إذا قال إله يعني المنظر الهيكل العام، وإذا قال في أي القوانين الداخلية تحكمه ما في السماوات والأرض. ولذلك نظرية المعرفة لا إشكال فيها أبدا. وكما أشار صديق يونس فإن الشيخ مصطفى عبد الرازق بدأ نهضة الفلسفة في كتابه التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، وقال إن الفلسفة الإسلامية الحقيقية التي أبدعوها إنما هي في علم أصول الفقه والرأي وعلم الكلام، لأن الفلسفة يستند إلى كثير منها من التأثير اليوناني كما نقل ذلك عند الفارابي وابن سينا وإلى ذلك. ولهذا فشيخ مصطفى عبد الرازق أنتج تلاميذ، نعم، وكذلك الشيخ النشار والدكتور الذي ترجم كتاب ديبور رحمه الله تعالى صديقنا أيضا أبو ريان في الإسكندرية، وكذلك الدكتور عبد الهادي أبو ريدة رحمه الله وعبد الرحمن بدوي، هؤلاء كلهم من تلاميذ الشيخ عبد الرازق رحمه الله تعالى. أنا الآن تجولت في الغرب في المكتبات فلم أجد الحديث وكتب جديدة عن الفلسفة الإسلامية ما عدا الغزالي، سواء في المكتبات في فرنسا كبار المكتبات الآن أخذوا يهتمون بالغزالي ويترجمون من كتابه الإحياء، إحياء علوم الدين، ويعتبرونه من أهم الكتب. المهم سير أخونا أستاذنا الكبير التفسير العلمي للقرآن الشيخ طه بن عاشور سلك هذا المسلك، الآيات التي تشير إلى الكون يرجع إلى المختصين في الناحية العلمية مثل القانون الجاذبية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا يمسكهما، يعني الزوال هذا الجاذبية التي تحيط بالأرض وهي سقف محفوظ
يحفظ الأرض من نزول المصائب فوق ذلك من النجوم وما يقع في من الشهب. ولهذا فإنه اهتم بهذا الجانب، سواء في مثلا الجنين في القرآن شيء عجيب. قال المختصون لم يكن الناس على علم بهذا بما جاء بالقرآن قبله، لا في اليونان ولا في الهند ولا في غيره ولا في أي حضارة أخرى لا يعلمون. كيف إذن؟ من أين جاء هذا العلم؟ من الله، لا يمكن أن يكون من البشر، لأن في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قبله ولا في عهده من يتكلم هذا الكلام. على كل حال أنا أقول اللغة والقراءات وما إلى ذلك لا بد أن أشير إلى شيء وأنا غفلت عنه واستحق العقاب. من أعظم المجددين في إثبات وحي القرآن هو المالك بن نبي في كتابه الظاهرة القرآنية فينومان قرانيك. هذا واجه به المادية الغربية مواجهة علمية فلسفية ومقارنة الأديان. ذهب إلى المقارنة بين سورة سيدنا يوسف في التوراة وفي القرآن الكريم، وهذا منهج عظيم فلسفي علمي سند سماه ظاهرة، وأنها لا يمكن أن تكون من ذات النبي بل هي من الأعلى. لا يمكن كذلك الأخ اللي تكلم على الفرق العلوم الكونية، يا أخي نحن أصبنا بالتخلف العلوم الكونية. الجامعات اللي بقات الأزهر القرويون جامعة القرويين ماذا تعلم؟ كانت أهملت الرياضيات وأهملت الفيزياء والكيمياء، اشتغلوا بالآداب واللغة والتفسير والحديث وتوقفوا. نحن لا نقول بأن عالم الفقه لابد أن يكون فيزيائيا، نقول لابد أن تكون له مبادئ العلوم الأخرى يتعلمها، وإلا سيكون أميا يعادي الآخر العالم، والعالم يعادي هذا يقول هذا لا يفهم شيئا. لابد نحن في التعليم الثانوي لا نعلم الكيمياء، نعلم الفيزياء، نعلم الرياضيات، هذه قاعدة. أما إذا كان مثلا في الأزهر ابتدائي والثانوي يعلمون إلا القرآن والحديث وحفظ الألفيات، ماذا يتخرج هذا؟ يكون جاهلا أميا في العلوم الأخرى، علوم العصر. ولهذا لابد أن نجدد في أنظمتنا التربوية وأن نعتمد على المنهج الجديد لا على المنهج الحفظ والتلقين. الإبداع نعلم كيف يفكر الطفل لا كيف يحفظ. ولهذا الحفظ هذا خزانة يعني آلية. يعني على كل حال السياسة الشرعية الآن جاءني الأمر بالسكوت، على كل حال أكمل هذه الجملة. كلام طيب ولذيذ أكله. السياسة الشرعية يا أخي اليوم نحن نفتقر إلى الفقه السياسي، هذه نقطة الضعف في العالم الإسلامي، لأن كان الاستبداد هو العام، فالفقهاء اتجهوا إلى العبادات وألفوا قناطير مقنطرة، ولكنهم لم يهتموا بالفقه السياسي لأنهم كانوا خائفين. الفقه السياسي أين هو؟ المعاصر اليوم كتبوا كثيرا، محمد سليم العوة مثلا كتب في الحكم كثير من الكتابات باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسوية واللغة العربية، ولكن أين من يهتم بهذا من السياسيين؟ السياسيون أغلبهم علمانيون لا يؤمنون بهذا، كل هذا خرافة، هذا ثيولوجي يعني حكومة دينية. ليس هناك في الإسلام حكومة اسمها حكومة دينية، حكومة دنيوية. الإسلام سياسة وأخلاق وأداب واجتماع وما إلى ذلك، ليست مسيحية. ما لقيصر لقيصر وما لله لله. اسمحوا لي أنا عندي كلام طويل، ولكن لا أحترم الوقت وأحترم الرئيس حتى لا يسخط علي ويغضب. السلام عليكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأستاذ الدكتور عمار الطالبي تناول قضايا كثيرة، منها مسألة الاصطلاحات والمفاهيم والعلوم الفلسفية التي تحدث عنها الدكتور مثنى الحارث.
فبالتالي يعني يكتفي بهذا الجانب، ودعوة لو كان في دعوة وجهة نظر يعني يهتم بالدراسات الإسلامية والفلسفية، ونحاول يعني وتحاول الجمعيات أو الجهات المسؤولة والجهات العلمية أنها تكون نخبة من الباحثين والدارسين للعلوم العقلية والفلسفية الإسلامية، وخاصة باهتمام تراث المعاصرين من الفلاسفة اللي لهم جهود نيرة في هذا الجانب، حتى يعني تقعد قواعدهم ومباحثها وجزئياتها المتناثرة. فيما يتعلق بملاحظة مولانا الشيخ عبد الحكيم السعدي، طبعا أنا لا أرفض التفسير العلمي، بل ذكرت في البداية أن القرآن الكريم في نظريتي للمعرفة ينطلق أساسا من الملاحظة والتجربة. كيف أنكر التفسير العلمي؟ إنما أنكر النظريات التي يتم، النظريات العلمية التي يتم إسقاطها على القرآن الكريم، النظرات العلمية التي يتم إسقاطها على القرآن الكريم، لأن هذه النظريات العلمية نظريات نسبية، جائز يعني بعد ذلك بفترة زمنية تأتي نظرية أخرى تزيح هذه النظرية. إذن هل يعني ذلك أن نرفع بهذه الطريقة الآية القرآنية ونزيحها عن القرآن الكريم؟ هذا وجهة نظري فيما يتعلق به إسقاط النظريات العلمية الغربية على الآيات القرآنية. إنما القرآن الكريم في حقيقة أمريكا ما ذكرت وديننا ينادينا بضرورة الأخذ والاعتماد أولاً على الوسائل الإدراكية الحسية والاعتماد على الملاحظة والتجربة. وأعتقد يعني هذه الملاحظة يعني واضحة بأنها لم تكن في مكانها. وفي النهاية أشكر هيئة علماء المسلمين على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الجلسات النيرة، وعلى الزملاء والإخوان والباحثين، وعلى كرم الضيافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.